صباح الخير، صباح الربيع والألوان الزاهية والأجواء الحلوة إن شاء الله اللي دايما نضلها مكملة معكم. ومي باط اسم بالفعل ببرز بدون سابق إنذار لما بنحكي عن الأصالة والعراقة والجمال والفن والإبداع، لأنها نجحت بامتياز في إنها تدمج ما بين الأصالة والعراقة والحداثة، وأيضا إنها تستمزج التقاليد بالموضة. وبالفعل أيضا نجحت في تجسيد الفن في كل قطعة بتعملها، سواء كانت من الإكسسوارات المنزلية أو حتى الملابس العصرية. اليوم باسمكم بنرحب ونصبح على مصممة الأزياء مي باط. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. ما شاء الله عليكي منورة، ويعني بالفعل ملابس عصرية بتحاكي كل أنثى دايما بتعمليها، بالإضافة طبعا للإكسسوارات المنزلية. وبس هيك حابة نبدأ معك من البدايات، وحضرتك مهندسة كهرباء وتفوقتي يمكن خلال 10 سنين في هالمجال تحديدا في الملكية. شو اللي يعني اللي خلاكي أو حفزك أو دفعك إنه تنقلي هالنقلة واللي هي بالتأكيد مش سهلة؟ أكيد، يعني أنا درست هندسة كهرباء من الجامعة الأردنية واشتغلت 10 سنين. طوال هذه الفترة كنت عندي اهتمام بالموضة والأزياء، وبدأت أعمل اكسسوارات منزلية هيك، وشوي شوي يعني تطور الموضوع. كانوا صاحباتي يستشيروني مثلا على لبسة معينة، على أثاث بيت معين، فبدأت أعمل أنا قطع صغيرة من الإكسسوارات المنزلية، اتطورت وبعدين دخلت شوية بعالم الأزياء والعبايات، بس طبعا احتفظت على ستايل الشرقي يعني. وهي اللمسة بالفعل التراثية أو الشرقية منلاقيها بالإكسسوارات وبالقطع اللي أنت عم تعمليها دائما. بالضبط، يعني بالنسبة للإكسسوارات المنزلية كتير كان فيها يعني مبين إنه إشي شرقي. دخلت فيها زخارف إسلامية وشرقية والكاليغرافي العربي، الخط العربي، والخط العربي وأيضا بالعبايات. نعم، إحنا رح نشوف محضرتي لنا حضرتك هيك يوتيوب أو ريبورتاج على الإكسسوارات المنزلية، بس قبل هيك خلينا نحكي عن المجموعة الجديدة لربيع صيف 2013، وب3/3 يمكن كان في عرض أزياء مميز نظمته طبعا السيدة لانا بشارات، مصبح عليها موجودة معنا هي خلف الكواليس. شو اللي ميز هاي المجموعة؟ هلا نحن انا كل سنة تقريبا اول الصيف بشهر 3 بطرح مجموعة جديدة من العبايات والاتواب، وكانت هذه المجموعة نزلناها في 3/3 في احتفال لنادي الحديقة والمنزل. وكانت المجموعة يعني هي للصيف، وصيف 2013 كان يعني هو موتو في الوان، فكان اللي بيميز هذه القطع انها فيها الوان جريئة كثير. حلو. يعني كان الأحمر موجود بشكل كبير، الأحمر بكل درجاته، حتى يعني الأحمر والبطيخي واللي دارب شوي على فوشي، وأيضا الأصفر والأخضر، وطبعا دائما نحن كوننا بنشتغل أتواب وهاي يعني دائما الأسود فيه له حصة منيحة معنا طبعاً. والأبيض، لأنه الأبيض كمان حلو كتير بالنسبة للعرايس ولليلة الحنة. والمجموعة متكاملة يعني فيها الأتواب والعبايات، فيها البنطلونات والتوبات، واليوم كمان شكرا كتير أنا لابسة من أزيائك. وهلا رح نبلش نشوف ساندرا وفرح حتى نحكي هيك عن نماذج بسيطة يمكن كانت موجودة بالمجموعة، غير الألوان الجريئة يعني أكثر الأقمشة اللي استخدمتيها أنت خلال المجموعة. هلأ كونه نحن عم نحكي عن مجموعة صيفية، فنحن استخدمنا قماش الشيفون بشكل كبير. نعم. وماش التل كمان. نعم. الشيفون حلو كتير وهدل وهيك، وبعطي أنوثة كتير للست. صح. هذا اللي عم نشوفه حاليا هو توب. أوكي. معمول بلونين، اللون الفوشي واللون الأخضر. وجاي عليه تطريز بالوسط بألوان من درجات ألوان التوب، ومشغول كله بالكروشيه توصيله ودايره. نعم، هاي شغلة كتير لفتت نظري، إنه كيف بتوصلي القماش بواسطة الكروشيه يعني. بالضبط. هلا هو حلو، الحلو فيه إنه ما ببين أي خياطة، وبعطيه جمالية. نعم. وبكون من روح القطعة نفسها، وبتعطيها اللمسة الشرقية، يعني ببين إنه التوب هذا مشغول عنا يعني بالأردن، مش إنه إشي شارينه من برا. صح. التطريز اللي على هذا القماش تحديدا إيش نوع؟ هلا بنعرف في أنواع تطريز يعني كتيرة، وحضرتك ممكن تخصصتي بالأغباني. نحن عنا أكثر من نوع. هذا التطريز الموجود على التوب هذا هو تطريز براتو بنسميه. براتو. زي نفسه التطريز الموجود على التوب اللي أنت لابستي. نعم. القطعة الثانية هاي اللي لابسها ساندرا عبارة عن عباية تل مطرزة ومشكوكة كمان شك خفيف. حلو. هاي العباية كمان حلو، بتقدري تلبسيها مع بنطلون إذا المناسبة نهارية مثلا بدك إياها شوية تكون عملية أكثر وسبور. وإذا حطيتيها مع فستان بتعطيكي شوي يعني للبسة أو طلعة مسائية أو عشاء أو بالضبط.
لبين ما كمان هيك نشوفها لمجموعه ثانيه. حابه نحكي عن التوب اللي حضرتك او العبايه اللي حضرتك لابستيها، برضه فيها هالمزيج من الالوان اللي فيه جرأه بس فيه دقه كثير وجماليه. هلا هذه العبايه كمان معموله من لونين، الفوشي والكيوي. انا اخترت، يعني انا يعني الكل بيقول لي انه انت جريئه كثير في تدخيل الالوان. صح. وبحب كثير الالوان، خصوصا ان احنا جايين على صيف، واصلا صيف 2013 يعني واضحه فيه الالوان في كل دور الازياء. يعني انا بتابع الموضه وبعطيها اللمسه الشرقيه او اللمسه تاعتي، يعني انا مثلا بشوف شو بيسووا المصممين العالميين وشو الالوان الدارجه لهذا الموسم، بشتغل عليها بشيء اصمم شيء يناسب تقاليدنا وعاداتنا، وبنفس الوقت نضلنا نحن مش بعاد عن الموضه. العبايه اللي انا لابستها كمان من التل، معموله بلونين، موصله بالاغباني. هذا الاغباني، هذا الاغباني، تطريز الاغباني موصله بالكروشيه. نعم. وطبعا التطريز جاي من ورا العبايه ومن قدام وعلى الاكمام كمان. وهذه العبايه فيها شوي شك خفيف لانه هي اصلا مطرزه كثير. جميل، رائع رائع التفاصيل، يعني الدقه كمان في الشغل كثير كثير يعني واضحة. هذا انا اللي بحب احكي لك اياه هنا، يعني انا كثير بهتم بالديتيلز، يعني بهتم كثير لدرجة يمكن بغلب كثير اللي بشتغل معهم واللي بيشتغلوا معي، اني انا بدي كثير كل شيء بحب يكون اقرب ما يكون انه كامل، يعني صح. بحاول انه دائما، وهذا اللي يعني بيميز الانسان وبيخليه يضله متقدم يعني. صح. وبصراحة يعني هذا النوع من العمل بسرعة ببين عليه اذا ما كان متقن. بالضبط. فيعني هذا اللي بنشعره، وبالفعل يعني اللي بتفرج على قطعك بحس قد ايه في دقه، يعني غير انه فيها الابداع الجماليه الموجوده لكن في دقه واهتمام كثير بالتفاصيل. ما انا ذكرتي حضرتك انه بتغلبي اللي بتشتغلي معهم، بس قد ايه مهم وكيف بتحسي قيمه العمل اللي عم تعمليه هيك مضاعفه لما بتشعري بالفعل انه انت قادره تفتحي بيوت من خلال الاشخاص او الستات اللي عم بتعاونوا معك؟ هلا انا كثير مبسوطه كونه انه الاشياء اللي انا عم بسويها او الشغل اللي هاي عم بشتغل معي جروب من الستات. في ناس بيشتغلوا معي يعني على طول، وفي ناس حتى بودي لهم شغل على البيت، يعني في ستات كتار ما بقدروا يلتزموا بدوام. صح. فبالتالي بس هي عندها مهنة معينة بتقدر تسويها، بس ما بتقدر كونه في عندها أطفال أو هيك، فأنا يعني هم بيساعدوني وأنا بساعدهم طبعا، فبأمن لهم شغل يعني وبتابعهم، وبالعكس طبعا كل شيء بكون أنا بتنسيق مني. نعم. وأنا اللي بنقي الألوان وبنقي الموديل وبنقي كل شيء، بس هي عندها مهارة ممكن نحن نستعملها ونستفيد منها، وهي تستفيد طبعا لأنه هي قاعده مثلا ببيتها وعم بتربي اولادها وهيك. صح. فيعني بالاضافه لعندي كمان مجموعه موظفين بيشتغلوا عندي بشكل. صح. دائم يعني. خلينا نتابع هلا بس لانه في ريبورتاج اللي حضرت لنا اياه على الاكسسوارات المنزليه، يا ريت جيهان نرجع نعرضها عشان تحكي لنا عن خصوصيه هالقطع. هلا نحن انا كمان بشتغل اشغال يدويه منزليه. هي جداريات؟ هذه جداريات. نعم. بديزاينات مختلفه فيها. نعم. ايات قرانيه مثلا، هذا نظام. نعم. ترقيع. حلو. هذه ايه الكرسي بالخط الكوفي. وهذه زخارف مختلفه. نعم. وكمان مش بس ايات، عم نشتغل مثلا هاي رسمه لبيكاسو عملنا لها بنظام الترقيع. حلو. بتعملي الاشياء كاستمايزد يعني بناء على طلب الزبون؟ طبعا. نحن بنسوي كل شيء زي ما الزبون بده، يعني حب قطعه معينه بسايز معين بلون معين بنعمل له اياها. بالاضافه للجداريات عم نسوي مفارش، سجاجيد صلاه كمان زي اللي شايفينها، ومصاحف مشكوكه ومطرزه. وملابس صلاه. نعم. وكمان بنشتغل الكروشيه مش بس على عبايات. أه. على اكسسوارات هيك شيء يعني نغش بحلي شكل الضيافه. أكيد. عندك. نعم. وبنشتغل كمان على القطع الجلديه، وعندنا طبعا رسم على المرايا والزجاج. هاي مثلا تي بوكس مع صينيه مع كوسترز. حاطين عليها احرف عربيه، وهذا كله موجود بمعرضك اللي على الدوار السابع. بالضبط. نعم. خلينا نشوف كمان هاي الصبايا جهزوا، نشوف قطع ثانيه من المجموعه. هاي عباية بلونين، ويمكن هذا إشي مختلف يعني أول مرة بنشوفه. هاي كمان العباية بلونين بطريقة تانية، يعني نحن هون حبيت إنه أنا أغير، لأنه أنا عندي زي ما قلتي تطريز أغباني، تطريز براتو، تطريز يدوي. هذه عباية ما فيها تطريز، فيها بس على الداير كلفة. نعم. من اللونين، وحبيت أسويها أنا شوية عصرية. حلو. بإني أنا حطيت لها الحزام العريض اللي هو كله بالوسط مشكوك. مشكوك.
بتجنن القطع. نشوف طبعا هذه نحن اي قطعه بنسويها انا بختار الالوان، بس في مثلا ممكن تيجي وحده تقولي لا انا حابه الالوان هاي، او انا الاقي الوان انسب إلها للون بشرتها وهيك. صح، هذا اللي بدي اسالك عنه، قد يعني بتصري انك تختاري الافضل للست؟ يعني مثلا ممكن واحدة تيجي حابه لون معين او ستايل معين بس ما بيناسب لا لون بشرتها ولا شعرها ولا يعني طبيعه جسمها. بالضبط، يعني هلا هم بيكونوا حابين شيء معين، بحاول اني انا البي رغباتهم، بس بنفس الوقت انصحها. صح، بشو اللي بيلبق لجسمها، شو الموديل، يعني بتطلع بالاخير راضيه، لان هي بنحاول نجيب الفكره اللي بدها اياها بالضبط، بس انه نعدل عليها شوي بطريقه هي تلاقيها بالاخير لا فعلا هو هذا اللي طلع احلى، لانه اللون كثير بيعكس على البشره. صح، وعلى لون الشعر وعلى لون العينين، فاذا هي اختارت لون ما بيلبق لها فبتطلع القطعه مش حلوه عليها. يعني طب نعطي نصائح للستات مثلا اللون بشرتهم يعني اقرب للحنطه او الحنطويات والفتحات كمان، ايش برايك اللي بيلبق اكثر؟ هلا والله في الوان كثير، عاده الالوان هم البشره الفاتحه بتاخذ الوان اكثر. نعم، يعني انا بحبش اللون البارد على البشره الفاتحه، يعني مثلا اصفر بارد او زهري بارد، خاصه اذا الشعر فاتح كثير، والشعر فاتح بتطلع باهته شوي. صح، الست يعني بدها ميك اب كثير حتى يبين القطعه. بينما السمر انا برايي بلبق لهم اشياء اكثر، خصوصا انه ستايل شغلي انه انا شرقي. فبحس بلبق للعربيات بشكل خاص وللستات. هلا معنا كمان فستان، هذا عباره عن فستان. انا عاملته فستان زي فستان سهره هيك، بيطلع كثير حلو لليله الحنه لانه عليه احرف عربيه. حلو، الاحرف جايه مطرزه على الكم، وهو كم واحد معمول من قماش ثاني، قماش لونه لحمي ولابس الايد لبس كانه اللي بشوفها من بعيد كانها هي مطرز على ايدها مش على القماش. مزبوط، صح. وهذا عملنا منه كمان على 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 قصير، على الوان يعني ثاني. اوكي، على الوان ثانيه وعلى قصير كمان طلع حلو. فهي بيعتمد يعني هي صبيه، هذا موديل للصبايا اكثر، انه الصبيه هي شو بتحب، قصير او طويل. انت بتحسي بالحقول الابداعيه تحديدا الواحد لازم دائما يفكر خارج اطار الصندوق؟ يعني في ناس بيقول لك اللي بيشتغل هيك بحق الابداعي معين بوصل لمرحله بصير هيك يشتر من الافكار، يعني انت شو بتعملي حتى بالفعل تحمي حالك من الوقوع في فخ التكرار؟ هلا هو صحيح، لانه يعني هذا كله انت عم اختراع مش شيء شايفتيه او هيك. صح، فهو نحن يعني الاشي اللي بصير انه بصير في كونه في كثير ناس بيشتغلوا هيك، بصير في تقليد او تكرار او هيك، بس انا بصراحه ما بزعل ابدا، لانه اذا بيقلدوني يعني هاي شهاده منهم انه انا شغلي مزبوط. حلو، وانت كيف بتضلك تجددي؟ انا بضلني انا، لا هم يقلدوني انا بضلني ابتكر اشي جديد واعمل، وبالعكس بصير تحدي مع نفسي. صح، انه سويت شيء السنه وعجبهم كثير للناس، السنه الجايه لازم اسوي شيء ما برضى الا بشيء احسن يعني. بس احلى في شيء بتستوحي منه هالالهام او تستلهمي منه او تستوحي منه افكار تصميم؟ والله هو كثير شيء، يعني انا من النوع اللي بهتم بالتفاصيل، يعني ممكن اكون قاعده معك اشوف طوق لابستيه او حلق هيك يعجبني شيء معين فيه، اطبقه على قطعه، على توب، على مفرش. بحاول كثير اني اضلني في نطاق الشرقي مش التقليدي، يعني لانه انا شغلي مش تراثي او تقليدي. صح، هو شغل عصري مودرن بس في لمسه شرقيه. صح، في لمسه شرقيه يعني. نعم، هلا بما انه يعني شهر اذار ما شاء الله مليان بالمناسبات، وان شاء الله يا ربي هيك يضل الناس فرحهم بحجم هالشهر وبحجم امهات اذار وكرامه اذار وربيع اذار، لكن تحديدا واحنا مقبلين على مناسبه يعني بتهم الكل ولها خصوصيه معينه يعني عيد الام، ايش في هدايا بتنصحي فيها وتحديدا يمكن للرجال هلا عم بيحضرونا لستاتهم امهاتهم، شيء مختلف يعني؟ بالضبط، هلا انا بكون لي انا اهتمام خاص كثير بعيد الام، يعني عيد الام لازم نحتفل فيه نحن دائما، بس انه هي هذا بشهر 3 وبتحديدا ب 21/3 كثير بنزل مجموعه منيحه من الاكسسوارات المنزليه، سواء يعني بتحبي مرات يا بتهدي امك شيء شخصي. صح، يا بتهديها شيء للبيت. وهذا كله يعني اللي عندي، يعني شيء للستات ويعني شخصي، سواء عبايه سواء شال ممكن يكون مطرز عليه اسماء اولادها. مزبوط، او حتى من الاحفاد. صح، شال عليه اسم الاحفاد، او عندنا كمان هيك بنعمل اشياء
كثير نغشه مثلا للستات الكبار كوشنز او مثلا حرام بطانيه لتيتا من احبابك كذا وكذا عرفتي؟ كثير حلو، افكار جديده وحلوه. نحكي عن هاي العبايه؟ هذه العبايه هذا الخمري اللون. خمري لونه وهي من كمان طرزه اغباني. تطريز الاغباني نحن بنستعمله على القمايش الحساسه كثير اللي ما بتتحمل تطريز كثير، لانه شايف العبايه فيها تطريز منيح. فلو القماشه مش حساسه يعني فما بتتحمل اي نوع تطريز ثاني. طبعا هذه مطرزه ومن الظهر والصدر وعلى الداير كمان، وعليها كروشيه مشغول وموصله طبعا الاكتاف بالكروشيه، وعاملين عليها شك نحن، فهاي بخليها يعني تصير شويه رسميه او ممكن تلبسيها في مناسبه. اصعب انواع التطريز او يمكن اكثرها اللي بحاجه للوقت هذا التطريز، لانه القمايش حساسه ولا كله؟ لا والله هو اكثر شيء بحاجه هو التطريز اليدوي. نعم. طبعا بستعمله انا كمان بس بموديلات جديده وعلى قطع يعني مختلفه. حسيت انه الناس حاليا عم بيحبوا الستايل هذا المودرن من المودرن لانه هذيك يعني بتصفي انه لا هي حتى بتضلها طابع القطعه تراثيه. صح. يعني وهو شيء حلو بنفتخر فيه نحن دائما بنحب التراث طبعا. بدخله انا في الكوشنز في المفارش في الاقبال بتحسي من صبايا اكثر من ستات اي اعمار ولا كل الاعمار؟ والله تقريبا كل الاعمار، كوني انا بسوي قطع عصريه يعني عندي بنطلون عندي سروال عندي اوفر هول عليه تطريز بطرز على الحزامات. هلا لازم نشوف الحزامات او هذا التوب. هاي الاحجار انت كمان عملتيها انا شفتها عندك على حزام مش هيك؟ بالضبط كنت عملتها على حزام واوفر هول. هذا كمان فستان هو اقرب الى فستان من توب. صح. جاي كل الشغل على الورك وعلى الصدر والظهر وعلى الاكمام. كثير حلو. سمعتك مره بمقابله بتقولي انك فخوره جدا بانه كل قطعك من الفها الى ياءها يعني ميد ان جوردن. بالضبط يعني او هاند ميد حتى ان جوردن. بالضبط هو هذا صحيح 100%. انا بفتخر جدا انه كل شيء من الالف للياء معمول بالاردن، سواء من الايدي العامله من الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا معي اللي بحب اوجه لهم تحيه طبعاً. كلهم حاليا او من الاقمشه يعني معظم الاقمشه موجوده في السوق الاردني. الواحد بده يشوف ومع الخبره والدوري بتصيري تعرفي من وين تجيبي. وبالاضافه للكلف ونحن معظم شغلنا يعني على التطريز وهيك ماشي بدخل الكلف في قطع معينه بس كله متوفر بالاردن. وانا كثير فخوره وبيسعدني انه انا كلهم اللي بيشتغلوا معي طبعاً يعني كمان طبعاً من الاردن. دخلتي بعالم الاطفال مثلا تجي لك زبونه بداهيه وبنتها اللي يعني صغيره فرضا تلبس نفس القطعه؟ طبعا طبعا كثير، خصوصا بس يكون في مناسبه كثير قريبه مثلا عرس اخوها او سلفها او اختها بتحب تسوي هي وبنتها نفس اللون، فنحن بنسوي نفس اللون ونفس الهاي بس طبعا بنسوي للبنوته شيء يعني ابسط يعني بسيط وشيء وبنعملها اياه. بالاضافه انا كمان عندي لاين خصوصي للاطفال انه انا بسوي اشياء معموله باسمائهم يعني قلابيم عليها اسمائهم، تعليقات لغرف الاطفال، بتقومه مناشف او بنقدر نسوي كامل الغرفه يعني على نطرز على الحاف على المخدات. وافكار كثير جديده. يمكن ضل معنا هيك باخر ثواني بس حابين نعرف يعني كل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معك كيف بيقدروا يتواصلوا معك؟ فيهم هم طبعا انا عندي محل في الدوار السابع ميكس اند ماتش هاند كرافت وبيشرفونا اي وقت. وصفحه على الفيسبوك تواصلي معها؟ صفحه على الفيسبوك طبعا مفتوحه بيقدروا. وفي عندي ويب بيج كمان ممكن انهم يدخلوا عليها. طيب احنا بدنا نشكرك يعني بالفعل متعتي لنا هيك ابصارنا وحتى مسامعنا بحكياتك الحلوين. كل سنه وانت سالمه وان شاء الله يا ربي كل المجموعه وانتم بخير. شكرا كثير هنا، انا بشكرك كثير على الاستضافه وبشكر التلفزيون الاردني وبتمنى انه تكون المجموعه والاشياء كلها اللي بسويها تنالت. وفي انت اعتقد يعني عامله شيء كمان قريب قبل رمضان رح يكون كمان مميز ان شاء الله يا رب، هيك صح لنا فرصه تسلمي. كمان انه نتحدث معك. تسلمي تسلمي عنه. اهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا بعد هالمجموعه المميزه ل يعني مصممه الازياء المبدعه بالفعل ميباط رح ناخذ فاصل ورح نرجع انا ولانا حتى نودعكم، خليكم معنا.